أنا زوجة محمد أبو الشعر وعيله لأسرة مكونة من 8 أفراد وزوجي محمد مريض وهذا العلاج لإله منجيبه دين على طريق الشؤون شك الشؤون ما بيطلع كل 4 شهور وبيتي يعني أنا ساكنة فيه عند الزينجو بيدلف على الأولاد والبيت صغير ما عنديش شبابيك للمطبخ والمية بتخش من الشبابيك مطبخ تلاجة خربانة الغسالة خربانة انتو شايفين البرد والحياة الصعبة اللي احنا فيها أنا بتملى منكم من الأيد الرحيمة اللي بيقفوا معانا والله العظيم حياتنا صعبة والله يا رب يعطيكم الصحة وطولة العمر إنكم تطلعوا فينا تتمدوا لنا يد الخير إلي 10 سنين بعاني معاناة صعبة جدا كبيرة للتوجيه بدها تدرس قولي من دوشة إخواتي إحنا تمت تنفر في قلب الدار نفسي كل غرفة للبنت الأولاد كبروا بحشرهم كلهم في قلب الغرفة وأنا بتمنى منكم من القلوب الرحيمة ربنا يعطيكم الصحة وطولة العمر وأنا متوكلة على الله ثم عليكم
مشكورين كتير كتير كتير. والله أنا مش مصدقة حالي، حاسة حالي اليوم مولودة. ألف شكر ألف شكر. أحلى حاجة إنه كمان أنا كان نفسي فيها من السنة، والله العظيم كان نفسي فيها، الولاد كان نفسهم فيها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ألف حمد وشكر لك يا رب، صبرت معك الحمد لله. رح يصحوا يناموا بسلام، وانت رح تدرسي التوجيه ورح تجيبيها من الاوائل يا رب. عن جد انت ربنا ينجحك يا رب يا رب، ربنا ينجحها يا رب. كل عليكم ورا. انا مش مصدقه والله العظيم، حاسه حالي في حلم. الف شكر يا اخي والله العظيم الف شكر. الله يا ربي يا رب يعطيك الصحة وطولة العمر يا رب يا رب، ربنا يعطيه اللي يفرح قلبي وقلب ولادي، ربنا يعطي الصحة وطولة العمر يا رب، يبعد عنه شر العباد يا رب، يعطيه شو ما بتمنى يا رب. عن جد أنا كتير فرحانة، أنا بتشكر عائلة حموي، ربنا يعطي الصحة وطولة العمر يا رب، اللي تبرع للعائلة هذه تبرعت، فرحتني وفرحت عيالي، فرحت بنتي اللي بتوجيهي ان شاء الله السنة يا رب. ربنا يعطيه الصحة وطولة العمر، يعطيه شو ما بتمنى. انا عن جد حاسة حالي في حلم. الف شكر. اولا انا بشكر عائله حموي وبشكر بيوس اللي اعطتنا هيك منحه وخلتنا نعيش حياه كريمه وهذا الاشي وهذا الاشي بشجعني اني ادرس اكثر، هذا الاشي بحفزني اني اجيب معدل اكبر، وانا طالبه توجيهي وان شاء الله بنجح وبهدي نجاحي لكم والي، وبرضه نجاحي بكون انتم سبب في نجاحي وفرحتي في توجيهي. بشكر منظمه بيس وعائله حموي اللي بشجعوني برضه بعطوني قوه واراده اني اطمح اني اجيب معدل عالي وادرس. شكرا. ألف شكر يا الله، ما أحلى الدخل يا الله، حطيت شرشف كمان. عن جد ألف شكر عائلة حموي، ألف ألف شكر. كان نفسي كتير تكون لنا مغسلة، هاي صار لنا مغسلة. واحد لبيروس وللعاملين فيها، وعن جد انتو ما قصرتوش، وربنا يعطي الصحة يا رب وطولة العمر. ما كنتش متوقعة في السرعة هذه اني اسكن ولاقي البيت بهالجمال هذا، عن جد هذا دموع الفرح والله العظيم بتسوى الدنيا بما فيها.
الله يعطيكم الصحة يا رب وطول العمر، وألف شكر ألف شكر ألف شكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كعادتها منظمة بيوس تفاجئنا بأعمالها الخيرية المتواضعة وترسم أجمل ألوان الفرحة والابتسامة داخل أسرنا وأهلينا في قطاع غزة. وبذلك لقد قام اليوم فريق منظمة بيوس في قطاع غزة بتسليم منزل السيد محمد أبو الشعر، وذلك بعد ترميمه وتجهيزه بكافة المستلزمات الأساسية، وذلك بدعم وتمويل كريم من منظمة بيوس الدولية. وبذلك نخص بالذكر أيضا عائلة حموي التي كان لها الدور الأساسي الفعال في ذلك العمل الخيري، باركهم الله وبورك جهودهم ودام الله عليهم تمام الصحة والعافية.